14 رمضان واخوكم فوزي العريف بيعترف بفشل، بيعترف بفشله في الدراسة. أنا أيام الإعدادية والابتدائية والحضانة كنت بليد في الحساب، ولما دخلت الثانوي بقيت بليد في حساب المثلثات. أكيد الناس اللي بتدرس لسه في المدرسة بتكره الحاجات دي. إحنا عامة مش هنتكلم عن الدراسة خالص، انتوا هتفتكروني بخرف. انا بتكلم عن حساب المثلثات، حساب المثلثات اللي انا بكرهها انا واصحابي وكل الناس في مصر بيكرهوها، ما يعرفوش قيمتها، ما يعرفوش ان حساب المثلثات دي علم قديم قوي من ايام الفراعنه، من ساعه ما قرروا انهم أنا مش هكمل، أنا مش هكمل، هاجي لحد هنا وكت، مش هقدر أقول أكتر من كده. أنا هقدر أقول إن الفراعنة كانوا ناس كويسين وكان مخهم شغال 24 ساعة وكانوا بيعيشوا بآلاف السنين وقدروا بقوتهم إن هم يحركوا الحجارة ويظبطوها ويهندسوها لحد النهارده. طلعوا لي واحد، هاتوا لي واحد مصري دلوقتي، واحد مصري بس يقدر يعمل الربع فرعون زمان كان يقدر يعمله. بلاش مصري، هاتوا لي واحد عربي يقدر يعمل الربع فرعون مصري كان يقدر يعمله. بلاش، هاتوا لي واحد امريكاني ولا واحد ياباني يقدر يصمم اللي الفراعنة عملوه. الفراعنة، الفراعنة بنوهم، بنوهم بقوتهم، عرفوا يعملوهم، عرفوا يعملوهم. هما تلات، تلات حاجات مصر مشهورة بيهم، ومن غير التلات حاجات دول مصر تبقى بلد ملهاش أي لازمة. أنا بقول لكم كده، لو التلاتة دول مش موجودين مصر مش هيبقى ليها أي لازمة، وأنا بعتبر نفسي الرابع بتاعهم. تخيلوا أنا الرابع بتاعهم، تلاتة بس، هما تلاتة. وسيبكم الكلام اللي عمكم العريس بيقول. السلام عليكم.